لو انت هتتجوز ومحتاج قرض، بنك ناصر بيقدم لك الحل. لو انت هتتجوز قريب ومحتاج فلوس علشان مصاريف الفرح وتجهيزات شقتك، بنك ناصر بيقدم لك الحل في قرض الزواج وبدون فوائد او فايدة قليلة جدا. بنك ناصر بيقدم القرض ده تيسير على الشباب والمواطنين اللي ظروفهم على قدهم بحد اقصى 10,000 جنيه بدون فوائد بمصاريف ادارية بسيطة، بتسدد على اقساط شهرية لمدة 3 سنوات وبيتم اعدامها حال وفاة المقترض. الفئات المستحقة للحصول على قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعي هم أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات. أما بالنسبة لإجراءات الحصول على قرض الزواج من بنك ناصر الاجتماعي، هي سهلة جدا. كل اللي عليك تروح البنك وتاخد معاك صورة بطاقة الرقم القومي ليك والضامن، بالإضافة للرقم التأميني للمقترض والضامن وبيانات مفردات الراتب، بالإضافة لتقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو الطوائف المسيحية لا تزيد مدته على 7 سنوات، وتقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.